ونطمن من خلال إعلان وزارة الصحة والسكان ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور من خلال GN1. التحاليل المعملية موضحة أن حالتهم الصحية مستقرة ولا توجد حالة أو حاجة طبية لدخولهم إلى المستشفى، يعني بمعنى أنه ممكن الحالة يتم التعامل بيها في البيت. الأعراض المرضية خفيفة الإصابة في الجهاز التنفسي العلوي، وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، موضحة أن التوصيات كمان الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل نطلعكم عليها. دكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير مدام شركي، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. مساء الخير، يعني عايزين نعرف يعني هذا الفيروس والاسم الجديد GN1 وثبوت عدد من الحالات في مصر. خلينا ناكد على حاجتين، ان احنا اول حاجه اعلان وزاره الصحه عن وجود حالتين، ده يؤكد مبدا الشفافيه ان لو ظهرت اي حاله في مصر لابد من الاعلان عنها. تمام. ثانيا خلينا نطمن حاجه، ان احنا منظمه الصحه العالميه لما اعلنت على ان هذا المتحور من فيروس كورونا كويس، هو متحور ذات اهتمام، كان ذات الاهتمام فيه ليس لشده الاصابه او صعوبه الاصابه، كانت عشان خاطر معدل انتشاره شافت ان هو معدل انتشار سريع مقارنه بباقي المتحورات. يبقى هنا اهتمامنا ان هو احنا الشخص المصاب ممكن يصيب عدد اكبر من المحيطين به، لكن لا يوجد خطوره على الحالات. لكن بما ان احنا اكتشفنا حالتين فنؤكد ان الحالتين اللي تم اكتشافهم داخل جمهوريه مصر العربيه زي ما حضرتك ذكرتي اعراضهم في الجهاز التنفسي العلوي، لا يوجد اصابه في الجهاز التنفسي السفلي كويس، وده يؤكد ان احنا ترصد في مصر تقوم على اكمل وجه. لكن بالنسبه بقى لينا احنا كمواطنين نهتم بايه؟ احنا في هذا الوقت من السنه هو وقت نشاط لمجموعه من الفيروسات التنفسيه، سواء كانت انفلونزا، سواء كانت كورونا بمتحوراتها، سواء كان الفيروس اللي هو الاسباتيس سيتر فيروس، دي كلها فيروسات بتنشط في هذا الوقت من العام. يبقى احنا الدور علينا احنا مجتمعيا دور قوي جدا. دور ان احنا نحمي نفسنا ونحمي يعني اهلنا ونحمي الوطن بتاعنا. أكيد. ان احنا لو اي حد عنده اعراض برد كويس واعراض برد عاديه، ها، فهو بيقوم يا اما يلزم البيت او لو اضطر انه ينزل ياخد اجراءات احترازيه من لبس الكمامه ويحافظ على مسافه المتر بينه وبين الاخرين علشان نحمي الاخرين من الاصابه. لكن لا يوجد اي نوع من الذعر او الهلع في هذه المرحله، لكن لابد من وجود حذر. الحذر ده احنا كاشخاص عاديين ناخد بالنا واهلنا من كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، امراض المناعيه اللي بياخدوا ادويه مثبطه للمناعه كويس، كل دول لازم ناكد عليهم ان هو لو حصلت اي اعراض انه يرجع للرعايه الطبيه السريعه كويس، علشان دول بالذات يمثلوا نوع من دائره الاهتمام عزه من الباقيين عشان ناخد بالنا من صحتهم. طيب يعني الاسماء اصلها بقت الواحد مش عارف، متحور GN1 وغيرها من الاسماء ما تفرقش كتير، هو في النهايه متحور من نفس الفيروس وتقريبا الاعراض متشابهه، وان كانت كمان خلاص ما بقتش في احتياج لان الناس تروح مستشفى، يعني الناس بس يعني تحترس وكانه دور انفلونزا تقيل شويه. خليني اخد من كلام سعادتك، احنا انفلونزا كفيروس بيتحور كل سنه وله اسماء كثيره، ها كويس، فخلينا ان احنا ما نجيش ورا مسميات GN1 بي اي اكس اي، خلينا نقول ان ده كورونا كويس بمتحوراتها، انفلونزا بمتحوراتها، لان الفيروس من طبيعته ان هو بيبحث عن البقاء بان هو يتحور. لكن من رحمه ربنا بينا ان التحور في فيروس كورونا كان دايما للاضعف وليس للاشد. يعني احنا لو خدنا بالنا ان احنا بدايه من الفا اول حاجه ظهرت ثم بيتا ثم دلتا، دول كانوا بيمثلوا خطوره على الحياه وياما فقدنا ناس اعزاء علينا نتيجه هذا الفيروس. لكن من رحمه ربنا بينا ان هذه التحورات كلها ادت الى ضعف في شده المرض، ان كان ما زال محافظ على قدرته على الانتشار في المجتمع، والانتشار دي مسؤوليه مجتمعيه ان احنا نحافظ على نفسنا ان المصاب لا يعدي الاخرين. طب دكتور يعني الناس تعرف ازاي ان هي مش دور انفلونزا ولا ما بقاش في انفلونزا؟ يعني بقت الاعراض كلها متشابهه؟ لان هي برضو اصابه الجهاز التنفسي، ما هي برضو الانفلونزا بتصيب الجهاز التنفسي، فالناس هتعرف الفرق ازاي؟ خلينا نقول ان الانفلونزا موجوده وما زالت موجوده وما زال فيها اصابات انفلونزا بنشهدها
وكورونا موجوده ونسبه تشيل الفيروس موجودين، لكن امتى نلجا احنا ندور على مين هو يعني سبب الاصابه ايه؟ عندما تكون هناك حاله شديده او حاله في نقص المناعه، احنا محتاجين ان احنا ندي المضاد للفيروسات المناسب لهذا الفيروس. هنا عن طريق المساحات بنعرف اذا كان دي انفلونزا ولا ريسبونسيتر فيروس ولا كوفيد. يبقى انا هنا بحتاج المساحات فقط في الحالات الشديده اللي فيها فشل في التنفس او ضيق في التنفس او التهاب في الرئه، ساعتها بلجا للمسحه عشان اعرف نوع الفيروس عشان ادي مضاد الفيروس ولا شبيه. لكن في حالات الاغلبيه العظمى من الحالات لا نلجا لهذه المساحات، لان العلاج هنا بيبقى علاج للعرض وبندي ادويه للاعراض، لكن نؤكد ان هذه الادويه لا تشمل المضادات الحيويه. تمام. يبقى احنا بس بنأكد على يعني مشاهدين سعادتك ان المضادات الحيويه لا تؤدي، ليست لها نفع، ان كان ممكن يكون لها ضرر على المدى البعيد، ان احنا ننشا مجموعه من البكتيريا المضاده للمضادات الحيويه فتؤدي الى مشاكل لاحقه بعد كده. تمام، يعني خلينا نتمنى الخير يا دكتور للناس، والناس تحتاط، وخصوصا في الشتاء الناس بقى تعلي مناعتها وتاخد يعني ياكلوا اكل صحي، وان شاء الله كل يعدي بسلام وامان في فتره الشتاء اللي احنا موجودين فيها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام حسني، رئيس اللجنه العلميه لمكافحه كورونا.